معنا على الهاتف الكابتن العزيز صالح خليفة، مدير منتخب الناشئين. مساء الخير كابتن، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك، حياك. كابتن، في اخبار اليوم تداولتها بعض الصحف، ومنها طبعا صحيفة سبورت، وايضا نقلتها عن مواقع سورية، بانه الاتحاد الاسيوي سيقبل احتجاجكم ضد المنتخب السوري. هل لديكم اي اخبار حول هذا الموضوع؟ لا والله حقيقة لم يصلنا أي شيء بالنسبة لهذا الموضوع. نعم، فإحنا ننتظر الاتحاد الآسيوي أنه يبلغ الحقيقة الاتحاد السعودي في هذه الأشياء عشان نعتمد الخبر الصحيح، لكن رسميا لم يصلنا أي شيء. ما في حتى مجرد إشارات، حتى لو بأحاديث ودية، ما وصلكم أي شيء من هالجانب؟ لا والله ما وصلنا شيء، لكن احنا متأكدين إن شاء الله أن احتجاجنا سليم 100% نظرا لكبر الاعمار المتواجده في البطوله الحقيقه، ما هو بحنا اللي تاثرنا، الجميع تاثر، دليل ان الاتحاد السعودي قدم احتجاجه والمنتخب العماني كذلك، حتى نيبال اللي ما لها امل اعترضت على اللاعبين المتواجدين في البطوله. اعتمدتوا على ايش؟ جدا الحقيقه. اعتمدتوا على ايش كابتن؟ على الأعمار السنية طبعا، في فحوصات طبية تقام للاعبين على الرنين وعلى الامراي، وهو يكتب العمر الحقيقي للاعب، وهي فئات من الواحد الى الستة الى الخمسة، اللي تعدى الخمسة طبعا طبيعي خلاص يكون كبير، وهو حسب ما وصلنا يعني من الاول وعندنا في نيبال ان في لاعبين موجودين بالستة، وهذا الستة ممنوع طبعا. وهذا نعم، وهذا اشياء ممنوعه اصلا لان فيها الفير بلاي، هذا اللعب النظيف. هم الظاهر ما يعرفوا ان اللوحات الموجوده اللي تضع بين في الملعب في وسط الملعب الصفراء على ان على تواجد اللعب النظيف شيء ضروري عشان ما يكون في فوارق سنيه بين اللاعب. ان شاء الله ان شاء الله انت تسمع الى خبر جيد قريبا كابتن، شكرا جزيلا. ان شاء الله، الله يسمع منا ومنكم، هذا شيء خبر بيسعدنا كثير لان احنا بحقيقه انضمنا كثير طبعا، والله احنا لاعبين مع المنتخب مرتين في جده. نعم. بدايه البطوله وفي النهايه تقلبنا عليهم، لكن المره هذه بصراحه اعمار كثيره جدا طبعا. تغيروا اللاعبين كابتن؟ سم؟ تغيروا اللاعبين؟ اي جابوا لاعبين غير موجودين في السابق، طبعا اضافوا عليهم لاعبين. طيب. فاحنا نعرف الاسماء، انا كانت عندي الاسماء كامله الموجودين معي في جده ومعي الاسماء الجديده. فحصلنا الفوارق كثيره بين الاعمار طبعا بين جده وبين نيبال. وبالنسبه للجواز بسيط، اذا كنت تجيب جواز او كذا او شهاده ميلاد او بطاقه المدنيه وهذه، لكن العمر الحقيقي هو يبدا من عمليه الفحص الطبي من الامراي على الكفين، وهو يبين عمر اللاعب الحقيقي كامل يعني. طيب. والان تعرف الامور الطبيه تطورت كثير وتكشف لك تعطيك اياها بالشهر. عموما لا تستعجل الاخبار لان في مجموعه لن تنتهي بعد الان. نعم. موجوده في اوزبكستان وهي مجموعه سي. بعد مجموعه سي ان شاء الله حتطلع النتائج كلها، مو بس على سوريا ترى، على فكره. على جميع المنتخبات. على جميع المنتخبات. والحمد لله انا قبل لا امشي بشهر على نيبال مسوي فحوصات كامله على لاعبيني الموجودين معي. وكلهم التحت تحت ال 16. طيب. ثبتت عندي اوراق رسميه لها من 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 المستشفى الطبي للامير فيصل رحمه الله عليه. بس كابتن، يعني الفحوصات هذه تجرى بعد ما يعني انتم لما احتجيتوا حيجرون بعض الاختبارات، ولا هي مجرى يعني؟ لا، مجرى داخل البطوله. هم ايش؟ هم يجون بين الشوطين ويختارون المجموعه اللي يروها كبيره. فيجي الدكتور هناك ويعطيك استماره توقع عليها انت كمدير منتخب، ويوقع عليها اللاعب، ويعطيه الموعد من بكره صباحا الساعه 9:30 يكون في المستشفى الفلاني. مع الدكتور للفريق ومع المسؤول الاداري. ويجيب الستة لعيبة أو السبعة لعيبة حسب ما يختار الدكتور الموجود للاتحاد الآسيوي. فهم يعملوا الأمراي وحنا نعرف، لكن أنا ما أبغى أستعجل الأمور. إن طيب كابتن معليش، الحين هم كبار طبعا بعد الفحص الطبي. بس كابتن معليش، يعني طالما أنه جاء وأجرى هالفحوصات، يعني هو من المفترض انه ما يتخذ اي اجراء حتى لو كان اكبر الين ما تنتهي؟ لا ما يتخذ الاجراءات الا بعد ما تنتهي التصفيات كلها. حتى لو كان يعرف انه في تجاوز؟ حتى لو كان يعرف ما يعطيك اي نتيجه. اها.
طيب. ما يستبق الأحداث لأن لما تنتهي جميع التصفيات يتم إبلاغ جميع المنتخبات. الآن في مجموعة ثانية ما تعرف مين. الآن في مجموعة الكويت، في مجموعة السعودية، في مجموعة أوزبكستان، في المجموعة كل الجروبات الموجودة إن شاء الله. طيب يا كابتن، متى ننتظر خبر تقريبا في حدود؟ طبعا هذا شيء بيد الاتحاد الآسيوي ولا بيدنا احنا. ما عندكم موعد؟ احنا ننتظر زيكم لما يجينا خبر إن شاء الله. طيب ان شاء الله حنفرح جميعا ان شاء الله. شكرا لك كابتن، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لمدير المنتخب وليس المدرب كما هو موجود، هو مدير منتخب الناشئين. شكرا له وشكرا لتجاوبك.